زين المعنى الثاني لأصلبنكم في جذوع النخل. قلنا في على معناها. الآن لكي نفهم هذه الآية علينا أن نرجع إلى تلك الواقعة التي وقعت. أولا فرعون يتحدى موسى عليه السلام، قال موعدكم يوم الزينة، يوم العيد، في يوم العيد. إذن فرعون كان واثقا من نفسه، لو لم يكن واثقا من نفسه لكان التحدي في مكان مغلق، ما في يوم العيد، لكن كان واثقا من نفسه. لماذا؟ لأنه أتى بإيش؟ بكل سحار، سحار فعال، وسحار من صيغ المبالغة، هذا أيضا فائدة معرفة العربية، من صيغ المبالغة. صيغ المبالغة لها مبحث طويل في كتاب الله، عندما يقول عليم، عليم من صيغ المبالغة، فعيل من صيغ المبالغة في العلم. عندما يقال إنا أعطيناك الكوثر، فوعل من صيغ المبالغة. لماذا اختار أن يكون الكوثر الذي يعطي النبي بصيغة المبالغة؟ له دلالة بلاغية. فسحار يعني أتى بأمهر الناس في السحر، هذا أمر ثاني يجعل فرعون واثقا من نفسه. الأمر الثالث عندما أتوا إلى فرعون قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، السحر يخاطب فرعون، قال نعم، هم باين الأجر فقط، لكن زادهم فوق ذلك وإنكم لمن المقربين، يعني من يعني طمع فرعون وإرادته لكي ينتصر على موسى عليه السلام، وعدهم بما يريدون من الأجر يعني المال وبالقرب من العرش الملكي، وإنكم لمن المقربين. وانظروا الصياغة القرآنية، إن حرف توكيد ونصب، واللام المزحلقة تفيد التأكيد، وآتى بمن، يعني القرآن أيضا يعبر بمؤكدات، وإنكم لمن المقربين. ثم بعد هذا الحشد وهذا الإنفاق المالي وحشر الناس من كل مكان وحشر السحرة من كل مكان، يسجد السحرة لموسى عليه السلام وكأنها مكيدة أريدت بفرعون. تصور الحمق والغضب الذي سيصيب فرعون من جراء هذا، كل هذه المكيدة التي رتبها كأنه رتبها على نفسه. فأراد الله أن يعبر عن مدى الغضب الذي وصل إليه فرعون بسبب ما وقع له بحرف واحد وهو في. ففرعون صلبهم تصليبا شديدا يعبر عن غضبه، وكأنه يريد أن يدخلهم في جوف النخل، واضح؟ وكأنه يريد أن يدخلهم في جوف النخل ما أن لو استطاع، تعبيرا عن مدى الغضب الذي وصل إليه بسبب مكيدة، وهو نفسيا يعذر يعني كبشر، يعني مسوى هذه المكيدة من أجل أن يغلب موسى عليه السلام وحشر هؤلاء الناس، وفي النهاية يغلب ويسجد السحرة لموسى عليه السلام، ويتضح بطلان ما ذهب إليه فرعون.